دخل بابا، بدي اشوفه قبل ما انام. حبيبي خليك واعي، ما تنام، هلأ بيجي. ألو المسرح؟ مين؟ الأستاذ منير؟ مساء الخير، ممكن أحكي مع عادل؟ دهر من ساعة. لا لا لا، شكرا شكرا. رجال مدد بالارض عم مدلنا ايده. هاتوا من صابت عاس بنزين وعجي، ما لنا علاقه. عادل، حظك من السماء، منيح اللي ما قتلوك. بدون السيارة بدني. كم واحد كانوا؟ اثنين. بلد فلتين. لمين بدك تشتكي؟ وين كنا وين صرنا؟ لا شكوى ولا من يحزنون. سيارة راحت، نحن بعدنا طيبين. بس لازم تقدم شكوى من حيث المبدأ. ليش إذا رجعت شفت سيارتي استرجي قولها إلي؟ ما تكون جبان يا عادل. الشجاعة انك تضل طيب. انسان بلبنان رخص يا حبيب، ما عاد له قيمة. صحيح صعب انه الانسان يعيش بدون كرامة، لكن كرمال مسؤولياته لازم تضل طيب. قلت لك حمل مسدس على القليل للدفاع عن النفس. سلاح شر. أنا إنسان، الإنسانية محبة. أنت حر. يلا عادل، هذا مشغول بالي عليك كتير. حبيب ما في داعي يعرف ربيع شو صار. ليش مستحي من جريمة غيرك؟ مش ممكن نخبي عليه. معك حق، تصبح على خير. وانت من أهله.
عادل. عادل شو صار؟ مش معقول. ليش ومع مين؟ قبضيت، استكتروا السيارة علي، تعاركنا. ينعن أبو السيارات، مش معقول تعرض حياتك للخطر كرمال سيارة. يعني بدك ياني قلن أهلا بالشباب؟ هاي الفتية تفضلوا خدوها، وصلوني بطريقكم على البيت إذا بتجدوا. طبعا بدي خانق. وبالنهاية نهاية وحدة على كل حال. المهم رجعت على البيت. الحمد لله على سلامتك. أطول فترة انتظار بحياتي. مش معقول، أي فكرة سودة مرقت براسي. ما بقى في شي معقول بهالبلد للأسف، بلد الإشعاع والنور. ما بقى في شي معقول. معقول الوحيد اللي باقي إنه ناخد الولد بكرة على الجبل مثل ما وعدناه وبسيارتك. صار في سيارتي وسيارتك، بلشت تفرق. بس بدك اياها تدور.